السلام عليكم طلاب، إن شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية لمادة الفارماكو إيكونوميك. نكمل البارت اللي ذيك المرة ما لحقنا نكمله هذا اليوم، وإن شاء الله إذا صار عندنا وقت نبلش بالمحاضرة بالسبجكت والأوبجكت اللي بعدها. بس ردي تعرف صوتي واضح وصوتكم طلاب؟ إن شاء الله دكتورة واضح، استمر بالمحاضرة. تمام. بالمحاضرة السابقة أخذنا أنواع الكوست أناليسيز اللي هي الأساسيات حتى ممكن من خلالها نقدر نقيم ونحدد الكوست فور أني ميديكال سيرفيسز أور أني أذر سيرفيسز اللي هي علاقة بالميديكيشنز أور نوت. اليوم إن شاء الله راح نكمل البقية اللي هي مثلا عندنا كوست كونسيكونس أناليسيز. If only a list of cost and a list of various outcomes is presented with no direct calculation or comparisons. يعني أنا هنا عندي ورغم أنه مثلاً في certain subjects, certain services قدمناه وراح يصير وراها في نوع من consequences تبعات لهذا الأمر أو تبعات لهاي الكيس، فهي يسموها cost consequence analysis. بهاي الحالة طبعاً ما راح يكون في حساب مباشر إلها أو في المقارنة إلها. ليش؟ لأن هي راح تتبع السبجكت الأساسية أو خلينا نقول البروسيس الأساسية اللي إحنا بدينا بيها. زين، بعد عندنا أكفد مصطلح ثاني اللي هو cost of illness. The research attempt to determine the total economic burden of particular disease on society. يعني مثلاً من يجون يقيمون فد نوع ديزيز معين أو فد بانديميك معين، مثل هسه واقعنا الحالي ووضعنا الحالي هي مسألة الكوفيد 19، يجون إنه يقيمون شو ممكن تكون هي total economic burden of particular disease على society من ناحية prevention, treatment, losses caused by morbidity and mortality. يعني لما يجون يقيمون مثلا في ما لو سووا الرسائل الخاصة for prevent of this disease transmission إيش قد ممكن راح يكلفهم، وقارنونه ويا مثلا إذا صار pandemic مثل اللي صار هسا احنا عندنا بالكوفيد 19، ايش قد راح تكون هنا الكوست اللي راح تصرفها الدولة والمنظمات في سبيل توفير التريتمنت المناسب for such disease. زين، اذا صارت انه صارت الامور خارجة عن السيطرة، فهنا ايش قد اللوس راح يكون بسبب الموربيديتي، المخاطر complications اللي راح يعانيها الفيشنت من رقوده بالمستشفى، من ناحية انه complications of disease اللي راح يصير بي سواء هو at home or at hospital، أو mortality اللي هي percent of death والخسائر اللي راح تكون سواء كانت مادية أو معنوية. هاي كلها يعني تندرج تحت مصطلح cost of illness. Cost of illness studies are used to indicate the amount of resources needed for a specific disease. And they may be used to compare the economic impact of one disease versus another. مثلا عندنا DM versus hypertension. يجون هنا يحددون شو هي ممكن المصادر الأساسية أو خلينا نقول الإنكم أو ال خلينا نقول الموني اللي عندي عند such government أو such societies، ومن خلالها حتى يشو يقدرون هل إنه يواجهون هذا الديزيز أو نوت، وممكن نقدر إنه نقارنها ويا الدي إم مثلا between two diseases مثلا دي إم وهايبرتنشن، or compare the economic impact of disease on one country with another. يعني مثلا هسه نيجي على بلد، يعني خلينا نقول على العراق، ميجون يشوفون إنه إيش قد ال resources اللي راح يصرفوها إذا كان for diabetes patient. اوكي، واذا كان عنده انه البيشنت يعني فور هايبرتنشن ديزيز اند يعني سو اون، وشوفون الكومباريزن هل انه مثلا كبريفنشن اوف سوش ديزيز او انه بريفنشن او تريتمنت يا هو راح يكون اعلى الكوستي. هاي شنو يخليهم مثلا مستقبلا انه يعني مساله البريفنشن او التوعيه الصحيه تكون تاخذ دورها وتاخذ نشاطها حتى انه لا يكلف الدوله ولا يكلف البيشنت هاي التكاليف الاضافيه، وايضا لا يوصلون الى حاله الموربيديتي اور مورتاليتي. لهذا احنا نقول هي ستديز، هي مجموعه دراسات يقيموها ومن خلالها حتى تبدي السيكونسز وممكن الانترفينشنز اللي يتخذوها. اذا اريد نسوي كومباريزن اللي اخذناها المصطلحات السابقه مثل كوست مينيمايزيشن، كوست بنفيت، كوست افكتيفنس
and cost utility كلها راح تكون المجرمت مالتها بالدولار يونت، لكن الاوتكم هنا راح يختلف. مثلا cost minimization تكون various but equivalent in comparative groups، قلنا احنا نحدد يا هو اقل تكلفة which خلينا نقول استراتيجي او which رجيم ان جاء تبعه هو راح يكون minimization باقل تكلفة مع بقاء بعض الثوابت. الكوست بنفيت راح تكون الاوتكم يونت هي بالدولار، الكوست افكتيفنس نيتشرال يونت قلنا احنا هي عبارة عن بعض الوحدات اللي خاصة الفيزيشن اكثر شيء يفضلوها لان هي تكون مثلا qualitative measurement او they are usually using them. مثلا عندنا measuring of blood pressure, blood sugar, level of cholesterol, life of years and so on. واخر وحدة cost utility اللي هي quality of life adjusted years. بمصطلح الكوالي تكون هي very important، ما اقدر اقيمها كقيمة مادية انما بالquality of adjusted life. عندنا اكو مثلا consequences اللي مساحة نحكينا بيها اللي هي outcomes النتائج لنوع service معين او انه لفد activity معينة قدمناها. عندنا economic outcome او clinical outcome او humanistic outcome، يعني مثلا هسه فد نوع من service معينة قدموها، فش راح تكون النتائج هاي؟ يا اما تكون economically expense saving cost avoidance، يعني كلها لها علاقة directly بالcost انه المقدار المصروف او المقدار المحافظ عليه او انه الخسائر اللي ممكن انه يتجنبوها، هاي من ناحية economic. زي من ناحية clinical outcomes are clinical consequences of pharmacological treatment or strategy، يعني مثلا انا من سيطرة خلينا نقول على blood pressure in certain population طيب بدينا وياهم في رجيم معين اللي هو خلينا نقول الواحد من جماعة الاس انهبيتر وشفنا التبعات of using of such medication، هل صار control؟ okay there is good control for blood pressure. مثلا صار عنده recurrence of elevated blood pressure again or not، هل صار عنده بعض المعوقات disability سبب له نوع من الموربيديتي or not، هل انه وصلت الى حالة ممكن اكو واحد مفتوح؟ نعم بس ما كاط اللعبة لا زحمة. Specific clinical indicators and death. فهي كلها sequences اللي هي إلها علاقة بالclinical outcomes. إنزين. واحدة من the outcomes اللي هي humanistic outcomes are the consequences of disease or treatment on patient functional status or quality of life. يعني هل إنه ورا ما سيطرنا على blood pressure مالته شو راح تكون هاي تأثيراتها على patient؟ أكيد طبعاً improvement of quality of life. يقدر إنه دائماً sharing his family happens، ممكن إنه دائماً يقدر doing his job without any complications، physical functioning ممكن يمارس الرياضة، ممكن يؤدي أعمال بدون إنه كان anything disturbing it disturbing him sorry. مثلاً بالبداية كان عنده دائماً severe headache ما يقدر يقوم أعماله، ممكن يكون bedridden ورا ما سيطرنا على blood pressure لا صار improvement بالhumanistic humanistic outcomes and so on. زين، هل كل ال consequences ورا ما مثلا انه في ال intervention معين او في ال رجيم معين تم تطبيقه هل كلها تكون positive؟ لا، ممكن تكون positive ممكن تكون negative. لنفرض مثلا هسه هذا ال AC inhibitor اللي اخذناه وانطيناه ل patient عندها hypertension او عنده وياه heart failure او واحدة من ال acute coronary syndrome diseases. مثلا كpositive consequences life years gain، نعرف انه مثلا استعمال ال AC inhibitor في heart failure patients او استعمال ال AC inhibitor بال patient عنده MI او عنده angina راح يفيدني انه life years to be gained. ليش؟ لان راح احافظ على function of heart. فاذا بهاي الحالة يعني كدراسات او studies او من المتوقع انه راح يصير عندي life years gained. ليش؟ لان المخاطر او خلينا نقول المورتاليتي والموربيديتي قلت عند البيشنت، فاذا راح يصير لي لايف ييرز جين. بعد
راح يصير عندي improved in health related quality of life. قلت السيمبتومز عند البيشنت، قدر انه يؤدي حياته اليوميه without any complications، اذا فصار عندي improvement in quality of life. لكن هل انه هذا الدرج اللي استعملناه ما في اي adverse effect؟ لا بلا، ممكن مثلا نعرف انه الاي سي انهبيتر ممكن يسبب لي hypotension، خاصة البيشنت اللي هم جماعة الام اي او الهارت فيلر ما راح يستعمل اي سي انهبيتر وحده ويا combinations. بعد ممكن يسبب لي دراي كاف، اذا هنا ادفيرس افكت راح تطلع. اذا كانت الدوز انسوتابل او ممكن يكون هو عنده نوع من الكومبليكيشنز، راح يصير عنده حاله توكسيسيتي اند سو اون. فاذا هنا هي الكونسيكونسز ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف. زين، عاده الاوت كمز اللي من خلالها يحددون هل انه هذا البيشنت جود اور ويل امبروفد اور نوت، بوزيتيف اور نيجاتيف، عن طريق then cure rate, improve the quality of life, decrease. يعني هسه مثلا هاي هي النقاط، هي عبارة عن شنو المحددات الـ outcome، أو شون أعرف أقيم الـ outcome of such intervention من خلال the cure rate, improve the quality of life, decrease incidence of morbidity, years of extended life, relief or reduction in symptoms, no effect. أيضا هذا هم يعتبر واحدة من النقاط اللي من خلالها أقدر أقيم such intervention, adverse drug reactions ومortality. ومن يجون يقيمونها وكل واحد إلها في تقييمة معينة يوازنون هل إنه هذا الدراج أو هاي intervention إحنا استعملناها كانت بيها benefit على patient، اللي هي هنا وين راح نستعملها بالقيم أو نقول الباراميترز اللي حكينا عنها بالبداية اللي هي من cost effectiveness analysis or cost benefit and cost utility analysis and so on. يسمون comparison وخليون هاي، يعني هاي القيم تحول تاني بال الى قيمة ملموسة اللي هي الدولار. شلون احنا قبل شوي لما حكينا قلنا من نجي نقيسها هي كانت بالدولار، تمام؟ فايضا هي ليش تحول الى قيمة مادية، واقدر احسب هل انه مثلا هذا الانترفينشن او هذا البروسيجر اللي احنا سويناه اوكي دي في بنفت على البيشنت ولا لا، ونحدد من خلالها القيمة الاقتصادية، وكدراسة تقدم للدولة أو خلينا نقول لمنظمة معينة، ومن خلالها يقدرون يمشون أوكي نمشي بهذا اللاين نطوره أو لا. هسه بالبداية لما حكينا إحنا على أنواع الكوست إفكتيف أناليسز وبقية الأنواع، نجي هسه نحكي شنو هي الكوست اللي هي إحنا ضروري ونحتاجها، اللي هي إن شاء الله راح نكملها بالبارت الثاني. are calculated to estimate the resources or input، يعني هي القيمة اللي أنا أحتاجها حتى خلينا نقول المال أو القيمة المالية اللي عندي اللي من خلالها أنا أجي راح أقدم السيرفيسز. يعني هسه مثلا لنفرض هسه خلينا نقول ميزانية خلينا نقول وزارة الصحة اللي كانت مخصصتها لمكافحة الأوبئة والأمراض، أوكي؟ فنجي نشوف ايش قد هي كانت يعني مخصصه لهذا الشيء، ومن خلالها انه تقدر تقدم في سيرفيس معينه انه شلون تكافح او تواجه هذا البانديميك، او مثلا هسه نفرض على لقاح الكوفيد 19، ايش قد مثلا كانت مخصصه وزاره الصحه حتى انه تاخذ من هذا الكوست اللي هو عندها وتشتري فاكسين معين او تقدم في سيرفيس معينه حتى تواجه هذا المرض. اوكي، اذا هي الاموال اللي موجوده من خلالها راح نقدم احنا السيرفيسز. resources used for one good or service are no longer available to be used for another. يعني طبعا اكيد دائما انا اخصص الميزانيه او هذا المال for class A drug مثلا او service A، ما راح اجي استعملها للسيرفيس B الا اللهم صارت بعض التغييرات. طبعا هاي في الشيء يعني ما راح احنا نتناولها حاليا، بس احنا نخصص مثلا انه للسيرفيس A لها كوست معين وسيرفيس B لها كوست معين، وكل وحدة ما نقدر نتجاوز وناخذ من الثانية. زين، اكو عندي في الشيء يسمونه opportunity cost. شنو opportunity cost؟ scarcity limited sources is the reason. يعني شنو opportunity؟ يعني انا عندي عندي أنا هنا خيارين، عندي خيارين وهنا أنا لازم أختار يا هو اللي أفضل إلي
على حساب الخيار الآخر. أوكي؟ يعني مثلا هسه عندي patient داخل للمستشفى. أوكي؟ ويحتاج إلى فد intervention معين. لكن أنا الكوست المخصصة لهذا الشيء إذا استعملتها على حساب السكند لاين أو خلينا نقول الخيار الآخر اللي المفروض أنا أقدمه للبيشنت. طبعا هنا ما راح تكون هي without يعني خلينا نقول بدون خسارة أو ممكن بدون فد أشياء ممكن يدفعها البيشنت أو الميديكال ستاف، بس هنا راح يكون يا هو الخيار الأفضل اللي أنا أستعمله اللي أتخذه. أوكي، ومن خلاله حتى أنا أقلل الخسائر اللي ممكن راح تكون عن البيشنت أو تكون علي أنا مثلاً كميديكال ستاف. فإذن هي the opportunity cost for something is what you sacrifice to get it، اللي أنت تعاني أو هنقول تقاوم حتى تحصل عليه. احتمال تشوفون تبقى هي بعض الغموض. هسا إحنا اليوم راح نأخذ هو مصطلح إن شاء الله بإذن الله، إذا باكر أخذنا محاضرة راح تكون هي عبارة عن examples حتى تتوضح ممكن كل هاي الأمور اللي أخذناها اليوم. زين، هل إن هاي opportunity cost هي تعتبر choices؟ يعني أنا إجبارياً إنه أختار بيناتهم، وليش ما أختارهم اثنينهم؟ هنا راح تعتمد هي مثل ما قلنا هي فت cost. How should I spend my money? How should I spend my time? Opportunity cost is always measured by how much you give up for the next best alternative to get what you want. مثل ما قلنا إنه إيش قد أنت راح تدفع أو خلينا نقول إيش قد راح ممكن إنه تأخذ حتى إن ال alternative next best choice هو اللي راح تأخذه. Opportunity costs are all around us and they differ from individual to individual. مثلا راح نعطيكم an example من واقع الحياة اللي صار. كلكم تعرفون ستيف جوبز وبيل غيتس اللي هما أشهر شخصيتين. أنا صراحة يعني ما أعرف يا هو اللي كان مسؤول عن أبل، يمكن واحد عن مايكروسوفت، يعني هيك بما معنى. لكن القصد إنه هذول الشخصيتين بتفكيرهم يعني في وقت محدد والبيمنت اللي هي خلينا نقول السكريفايسز اللي عانوها وصلوا تالي الى نتيجه بحيث هسه تقريبا كل العالم وكل يعني سوسايتيز يعني تشهد لهم بالفخر. انزين بيقول and think of the opportunity cost if they had decided to forego their hobby and continue their college education instead. هم هنا في فتره من الفترات انه كل شخص كان له فد اهتمام معين فد هوبي معينه، لكن كان هو بين خيارين، هل انه ممكن يكمل الكولج ايدكيشن ويستمر بهذا اللاين، ولا انه ممكن يقطع هذا الشيء ويروح للهوبيز مالته. طبعا هذا ما راح يكون هو without cost ولا راح يكون without any loss، لا طبعا كانت فيها خسائر وكانت فيها cost ممكن كانت ملموسة أو غير ملموسة، لكن النتيجة إنه شنو كان صارت اللي هما وصلوا عليه تالي. Opportunity cost apply to anything which is of value to a person and being conscious of how they apply to your to your situation can help in making a satisfactory choice decision by considering the value or benefit of the next best alternative. هسا أنت مثلاً كطلاب كلية صيدلة مرحلة خامسة. تمام؟ تيجي هسه انه انت تفكر مثلا اجت لك هسه فرصة عمل كلش قوية ومن خلالها ممكن انه انت يعني تفتح لك هواية مجالات وهواية ابواب، لكن هنا راح يكون انت بين خيارين، هل انه انت ممكن تكمل تترك كليتك واخر سنة بالاحرى هسه احنا اخر كورس وتروح ويا هاي الفرصة، ولا انه تخسرها وتكمل كليتك وممكن تالي انه تاخذ هذا التشويز اللي انت ممكن تحصله وممكن ما تحصله. فهي هنا انا راح تكون هاي يسموها الاوبورتونيتي كوست. طبعا هي نوت ايزي ومثل ما قلنا هي without any loss مو معناته ما بيها اي خسار، بالعكس بيها هواي، لكن ما اجي انا واقدم على هاي الستيب او على without يعني any plan ولا انه شيء مخطط، والله اقول اي والله فعلا اجت لي هاي فرصه انا راح اروح لها هسه، لا لازم اكو فد بلان فشي تخطيط حتى انه لما اخسر الشيء اللي فعلا انا خسرته ما اتندم تالي، ولا انه تكون الخسائر فاتحه وانا اخسر تالي الجامبين.
الكوست هاي اللي هسه ان شاء الله ناخذ بالبارت الثاني. عندي الكوست ممكن تكون دايركت وممكن تكون اندايركت. دايركت اللي هي على علاقه، ممكن تكون ميديكال طبعا، وممكن تكون نون ميديكال. ميديكال اللي هي تكون لها دايركتلي افكت بالميديكال سيرفيسز او بالبيشنت دايركتلي، وتكون اندايركت لا اللي هي خلينا نقول الوسائل اللي تؤدي لي الى الدايركت كوست. هسه ان شاء الله بالسلايدات البقيه راح ان شاء الله راح نوضحها. قلنا هاي الكوست ممكن تكون دايركت ميديكال، دايركت نون ميديكال كوست، indirect cost و and intangible cost أو الشيء خلينا نقول الغير محسوس أو الغير مدرك. بس هذا البارت خلص، راح نبدأ بالبارت اللي بعده اللي هي الكوست اللي احنا تونا حكينا عليها. طلعت صورة اللاب. طلعت لكم السلايد مع المحاضرة الثانية. نعم نعم دكتورة موجود. تمام. الكوست اللي احنا هسه قبل شوي حكينا بيها ونجي نسوي لها analysis. Economic evaluation are tools that health economics use to assess the cost effectiveness of healthcare interventions. An economic evaluation is about to comparing the cost of outcome of alternative treatments. They consist of two components, input or output. A economic evaluation أو أي شيء بصورة عامة سواء إلى علاقة بالميديكال أو نوت لازم أنا حتى أشوف عندي الكوست والموني اللي انا جاي اصرفه في هاي الانترفينشن. شلون راح اعرف انه انا اوكي ربحت ولا خسرت؟ مثلا كم مشروع صيدليه او مستشفى او اي مشروع خاص، لازم انا احسب الانبوت اللي هي الكوست والاوتبوت اللي هي البنفيت، ونسوي بيناتهم كومباريزن حتى نشوف اوكي هل انه هذا المشروع او هذا البروجكت او هذا الميديكال لاين اللي احنا ماشيين بيه هل هو اوكي جود اور نوت. The cost analysis involves identifying, measuring, and valuing resources. من يجي بالبداية يعني شنو المقصود بها المصطلحات؟ Identifying what are the resource categories needed to be estimated. شنية المصادر اللي أنا أحتاجها حتى، وطبعا تحتاج أنه أقيمها وحتى أتفيدني بهذا المشروع اللي عندي. هنا طبعا هنا راح تعتمد based on perspective على المصادر السابقة اللي ممكن كانت السوسايتيز أو كانت هنقول الجوفرمنتس تعتمد عليها. إذن أول بالبداية أحدد شنية الريسورسز اللي راح أحتاجها. نمبر 2 measuring how much of each resource is required. إيش قد راح يحتاج القيمة اللي راح أحددها؟ يعني مثلا هسه بناء مستشفى، إيش قد ممكن راح تكون القيمة اللي هي لها؟ بالبداية لازم نعرف شلون السورس، شلون منين كانوا يعتمدون. ميجرينج أقيس وفاليو أحول هسه هاي القيم اللي أنا قلتها إلى قيمة ملموسة اللي هي إلى يونت كوست. يعني مثلا لما أجي أنا أقول راح أبني مستشفى، كل قيمة كل مادة من مواد البناء أو ممكن التجهيزات الطبية أو غيرها كلها راح أجي أحولها. يعني مثلا هسه هنقول كتكلفة خلينا نقول شراء الطابوق ايش قد، وحدة الطابوق الوحدة مثلا ايش قد قيمتها، ايش قد انا احتاج حتى ابني مثلا مساحة متر مربع وهكذا لمساحة مستشفى. تمام. مثلا انا البيشنت لنفرض انه المستشفى احتاج انه امليها خلينا نقول ب 100 سرير، فانا اجي اقيم ايش قد قيمة السرير الواحد اللي هي اليونت الوحدة لكل شيء، وتالي اضربها في القيمة في العدد الكلي، وبهاي الحالة راح أحدد الـ total cost of such item. Total cost represent resources use quantity consumed multiplied by its unit cost. مثل تونا احنا حكيناها، مثلا عندنا unit cost are the price of each unit
of resources. مثلا example, cost of medication pack such as ibuprofen. يعني هسه مثلا قيمة خلينا نقول دواء الايبوبروفين. من اجي انا اطلع قيمة التابلت الوحدة ايش قد ممكن تكون، واضربها في عدد التابلتات اللي بالشيت الواحد، والشيء والباكيت الواحد من الايبوبروفين ايش كم شيت بي، فراح اقدر من خلالها اطلع ايش قد الكوست اوف ميديكيشن باك such as for certain medication. او مثلا عندي الكوست اوف one surgical procedure، مثلا هسه العملية الجراحية المعينة، مثلا خلينا نقول مال جولستون بروسيجر، ايش قد التكلفة مالتها من ناحية توفر الأجهزة، من ناحية توفر الميديكال ستاف، من ناحية الأدوية اللي يستعملوها، الأبريتاس، خلينا نقول أدوية التخدير and so on. فهي كلها كل يونت من هاي اليونتات راح تنحسب، وتالي كلها تنجمع سوا وتطلع لي الكوست اوف سيرجيكال بروسيجر. يعني ان شاء الله يا رب يعافي الجميع. اذا مثلا في مره من المرات اضطر واحد من عندكم او واحد من اهلكم انه يسوي مثلا عمليه جراحيه في مستشفى خاص، وتالي وراها تروح تطلب من عنده كشف حساب، تقول له احتاج كشف حساب، اوكي، فراح ينطيك لسته، مثلا يقول لك تكلفة غرفة العمليات كانت كذا، الطبيب الجراح تكلفته كذا، وهكذا. يعني هنا راح كل يونت راح ينطيك الكوست مالتها، فالتوتالي هي راح تكون total cost of such procedure. Determine the cost associated with the pharmacy's time providing patient discharge education services. هذا example تطبيقي، انه ممكن شنو راح اذا اريد نحدد ايش قد and cost of pharmacist time providing for a patient discharge for education services. Patient كان bedridden بالhospital وقرر physician إنه discharge. فراح يكتب له مجموعة من الأدوية، هاي الأدوية اللي هي يحتاجها ورا ما يطلع للبيت. زين منو راح يعلمه بهاي الحالة؟ اللي راح يعلمه هو الفارماسيست. فلما يجي الفارماسيست ويقضي وياه هذا التايم، يقول له مثلا هذا الميديكيشن قبل الأكل أو بعد الأكل، مرة أو مرتين، طريقة الأخذ ممكن تكون on empty stomach or not، أو تأخذها مثلا أنت sitting down ولا تأخذها عادي حتى لو أنت lying down and so on. هاي كلها education services. لنفرض أنه the pharmacist spent on average about 15 minutes for patient، لكل مريض راح يقضي 15 دقيقة. The cost of pharmacist time per hour is $20. فإذا راح نجي نقول إنه هاي بما إنه هنا أنا عندي the cost of pharmacist time per hour، وهنا أنا عندي هي أصلاً ب 15 منت، فأجي أحول إنه 20 divided by 60 حتى نحولها إلى المنت، تمام؟ وثاني نضرب هاي، هسه طلعت هنا كأنها هي قيمة الدقيقة الوحدة، ونضربها في 15 دقيقة اللي هي للبيشنت واحد، فإذا راح تطلع إنه $5 per each patient. فتالي نحسب مثلا إذا خلينا نقول هذا الفارماسيست باليوم الواحد شاف 10 مرضى، فإذا راح شقد تكون total cost $50 for 10 patients. هاي هي لما احنا حكينا على شنو هي الكوست analysis، إنه identifying measuring and value، نحولها إلى قيمة ملموسة، تمام؟ ومن خلالها راح نقدر انه نحدد اذا خلينا نقول الفارماسيست كان هالقد الى spend of money، الفيزيشن، النيرس، بقيه الستاف، المنظفين، العمال and so on، ونحدد التكلفه الكليه ل such project او خلينا نقول such intervention، وهل انه ممكن الدوله المعنيه او خلينا نقول المنظمه المعنيه انه اوكي تقدر انه سبين such cost، عندها الريسورس الكافي حتى تقدر يعني تقوم بهذا المشروع او لا and so on. هنا examples مثلا pharmacist time لنفرض انه هو 25 hour دولار per hour، فاحنا قلنا ايش قد مثلا ويا كل مريض ايش قد يقضي مثلا ربع ساعة نص ساعة، ونضربها تالي في عدد البيشنتس حتى نعرف ايش قد نطلع total، خلينا نقول daily او total patient cost أو على أساس السيرفيسز اللي قدمها الفارماسيست. مثلا dietary specialized time
اخصائي التغذيه ايش قد ممكن انه الوقت اللي يقضوه ويا البيشنت حتى يعلموه، يابا مثلا هسه انت وراء عمليه جراحيه معينه، او مثلا اللي انتشر بالفتره الاخيره البرياتريك سيرجري او الباي باس سيرجريز، وراه يحتاج انه هذا البيشنت يتابع ويا دياتري سبيشالست، فايش قد التايم هنا راح يقضي الدياتري سبيشالست ويا البيشنت؟ فنفرض انه عنده 20 دولار بير اور. هوسبيتال بيد ايش قد راح يكلف رقود البيشنت بالمستشفى؟ انه 120 دولار بير داي ستاي. الميديسن مثلا اذا كان سبنت مثلا داخل الهوسبيتال انه بالتابلت 10 دولار، 25 بير فيال، 15 دولار بير 50 مل بوتل اند سو اون. والاوبريشن روم مثلا غرفه العمليات مثلا حكينا انه ممكن ايش قد راح تكلف 500 بير اور، هي مو فقط خلينا نقول اجور الجراح او خلينا نقول النيرسز، لا انما كل الاجور اللي هي تضمنها داخل الاوبريشن روم من ناحيه ابريتس، من ناحيه بيبل اللي راح يشاركون بالاوبريشن، وميديكيشنز ذات تو بي يوزد. فكلها كل يونت راح تحدد بقيمه ماليه وكلها تجمع ومن ثم تعطيني الفاينل او توتال كوست اوف such item. مساء من حكينا قلنا احنا انواع الكوست ريليتد، اكثر كتب الفارماكو ايكونوميك تعطيني اربع انواع اساسيه من الكوست: دايركت ميديكال كوست، دايركت نون ميديكال كوست، اندايركت وانتنجبل كوست، وهسه راح نشوفها كل ايتم شنو يعني. هذا في التيبل ينطيني بالبداية كتوضيح على examples of each item. Direct medical cost مثلا المديكيشنز اللي أنا راح أصرفها على patient، patient دخل مستشفى أو أنه راح للطبيب الاستشارية أو أنه اللي راح يقضيها يعني راح spend خلينا نقول أو راح يشتريها من الصيدليات الخاصة، فهنا راح تكون directly للpatient هاي النقطة، وتكون ميديكي يعني تكون ميديكال مثل ميديكيشنز، ميديكيشن مونيتورينج، مثلا ان من انا اجي اشوف لمن اجي اسوي متابعة للمريض بسبب ان الميديكيشن اللي راح ياخذها هاي تعتبر دايركت ميديكال كوست. ادمنستريشن، بيشنت كونسلنج اند كونسلتيشنز الاستشارات، و اللي راح ياخذها من الفيزيشن او من الفارماسيست، diagnostic test, hospitalization and so on، اللي هي قلنا لها علاقة مباشرة بالpatient وبالmedical cost. انزين direct ايضا لها علاقة directly بالcase اللي عندي او بالmedical state او the patient، لكن تكون هي non-medical. مثلا المستشفى تبعد عن البيت خلينا نقول فد ساعة، فاذا شو راح اروح؟ احتاج الى traveler travel to reach for this hospital، مثلا باص، غاز، أو ممكن تاكسي. زين non-medical assistance related to conditions مثلا home making services، بعض الخدمات اللي أحتاج إنه أسويها بالبيت حتى أقضي المسألة، خلينا نقول أقضي الزيارة للمستشفى، أو أحيانا مثلا فد فيميل عندها أطفال أوكي وتحتاج إنه تزور الميديكال ستاف، زين ما راح تخلي أطفالها تاخذهم إياها، لا ممكن إنه تخلي تحتاج إلى care services for children إذا كان patient عنده أطفال and so on. هاي كلها direct، لكن ممكن تكون non-medical وممكن تكون medical، قلنا هسه هي كلها إحنا يعني نشوفها، وكلها ممكن إنه تالي تحول إلى قيمة بالدولار، أو خنقول أكثر شيء اللي يتعاملون به هو الدولار باعتبار هي العملة العالمية والموحدة بين كل الدول، ومن خلالها تالي أجي أقيم شقد الكوست of such intervention of such a procedure او اي medication تم استعماله. عندي indirect cost، ها مو directly للميديكال لكن هي راح تأثر على البيشنت بصورة غير مباشرة، مثلا last productivity for patient، مثلا هذا المريض لما دخل المستشفى طبعا هو اكو مجموعة من الايام ما راح يداوم بها، فاذا هنا شو راح يكون البرودكشن مالته؟ راح يقل، فاذا راح يكون هو indirect، هي كوستي بس راح كوست measurement، لكن تكون هي indirect على البيشنت. intangible cost
هذا المريض لما دخل للمستشفى وسوى surgical procedure طبعا راح يعاني من انه pain and suffering fatigue ممكن ما بعد العملية anxiety، هاي كلها هي يسموها intangible يعني شيء غير مدرك او غير محسوس يحس به فقط انه البيشنت. ومن الصعوبة هنا طبعا انه انت تجي تقيمه، بس اكو مثلا كثير من السكورات يحاولون بين فترة وفترة انهم ينزلوها ومن خلالها حتى يسوون تقييم للبيشنت. مثلا اكزامبل على البين ميجرنج، اذا تذكرون اكو فد او اذا شايفين ان شاء الله اذا باكر اخذ المحاضره حاول يعني انه هاي انه نرفقها. مثلا يقول المريض حدد ايش قد درجه الالم اللي انت تعانيها، فمثلا اكو 10 وجوه، اول وجه هو مبتسم، اخر وجه هو كلش بينفول، وتتدرج الوجوه بين انه النمبر 1 اند نمبر 10، فهي ممكن تكون في شيء qualitative and not quantitative and so on بالنسبة للبقية الـ intangible cost. نيجي للـ direct medical cost are the most obvious cost to be measured بسهولة انه نقيسها. ليش؟ لان هي تتعامل directly with medication. شفت احنا تونا الـ examples اللي حكيناها. There are medically related inputs used directly to provide the treatment. مثلا direct medical cost including the cost associated with pharmaceuticals العلاجات, diagnostic tests, physician visits, pharmacist visits, emergency department visits and hospitalizations. إذا هي كلها لها علاقة مباشرة بالmedication condition. مثلا إذا ردنا أخذ كexample الكيموثيرابي, direct medical cost may include the chemotherapy products themselves, التكلفة اللي راح يعني نحتاجها حتى ننتج أو خلينا نقول يتم إنتاج الكيموثيرابي. Other medications given أو خلينا نقول لشراء الكيموثيرابي، بس إحنا بدل ما نكون إنتاج، فمثلا في نوع معين الكيموثيرابي يحتاجه البيشنت، فش قد التكلفة المخصصة لشراء هاي المديكيشنز. إنزين كلنا نعرف إنه الكيموثيرابي يسوي كثير من السايد إفكتس، فهنا راح تحتاج إلى medications to overcome these side effects. مثلا ال patient يعانون هو من nausea and vomiting بسبب الكيموثيرابي، فهنا أحتاج إلى أدوية تخفف من هاي المعاناة اللي يعانوها ال patient. بعد مثلا الكيموثيرابي يسبب نوع من ال inflammation بال oral mucosa mucositis يسمونه، فهنا أنا أيضا أحتاج إلى medications تخفف من هاي ال adverse effect اللي يعانيها ال patient بسبب الكيموثيرابي. بعد احتاج مثلا intravenous supply, laboratory test, clinic cost and physician visits الها اللي هي الها علاقه directly بالكيموثيرابي medications. هاي كلها تحسب وتقيم ويحددون الكوست مالتي. زين direct non-medical cost اللي احنا قلنا شنو اللي هي يحتاجها المريض حتى يقضي ويكمل الزيارات الطبية والاستشارات الطبية للفيزيشن. Direct non-medical costs are costs to patient and their families that are directly associated with the treatment but not medical in nature. وكتبنا حكينا انه مثلا يحتاج cost of traveling to and from the physician's office, clinic or the hospital. ممكن احنا كثير من الاحيان ما نحسبها ولا نحس بيها، لكن هي بالحقيقة هي كلها cost. يعني مثلا في patient سوت في surgical procedure وتحتاج مثلا احنا تونا قبل شوي قلنا اللي يسوي مثلا باي باس سيرجري يحتاجون الى زياره روتينيه لطبيب اخصائي الاغذيه. زين هاي كل مره لما يروح يحتاج الى سياره توديه وتجيبه، تمام؟ لما يدخل بعد مثلا اذا قلنا كان عنده اطفال او كان عنده فد ناس يحتاجون الى رعايه، فيضطر انه يخلي احد يمهم او يوديهم الى مكان ثاني، فهي كلها كوست راح يصرفها البيشنت، تكون هي نون ميديكال لكن تكون هي دايركتلي على البيشنت. هاي احنا تونا قلنا من ناحية child care services for that related to patient. نيجي على ال indirect cost. Indirect costs involve the costs that result from the loss of productivity because of illness or death. مثلا بالكيموثيرابي some indirect costs result from time the patient takes off from work to receive treatment or reduced productivity because of the effect of this disease or its treatment. يعني مثلا patient اللي ياخذ كيموثيرابي ان شاء الله يا رب يعافي كل المرضى ويشفيهم،
لما يتلقى الكيموثيرابي، قلنا احنا الادفيرس افكت راح يعانيها، هاي شو تخلي انه كانتاجيه سواء هو بالورك مالته او بالهوم او ويا الفاميلي كلها راح تقل. فاذا هاي كلها راح تنحسب ان هي كوست. بعد ممكن انه الكيموثيرابي نفسها تسبب لنا نوع من الانفيرتيليتي على البيشنت، فاذا هنا ممكن انه اذا مستقبلا بلان تو ميك ا تشيلدرن ممكن احتمال هذا ايضا راح ياثر عليه. فاذا ممكن انها علاقه بسبب الديزيز او بسبب التريتمنت راح تاثر لي على البيشنت سواء كبرودكتيفيتي بالورك او برودكتيفيتي تو ميك ا نيو جينيريشنز اور تشيلدرن. Intangible cost أو قلنا هو الشيء الغير محسوس أو الغير مدرك include the cost of pain, suffering, and anxiety or fatigue that occur because of an illness or treatment of illness. Intangible benefit which are avoidance or elevations of intangible cost. يعني أنا هنا من أجي قلنا الـ anxiety أو suffering أو pain اللي راح يعاني من عند البيشنت هاي يسموها intangible cost. بس انا هم عندي لازم اكو شيء يسمونها البنفيت، انه لما نس مثلا قلنا انه البيشنت واخذ في كيموثيرابي وصار عنده very severe pain post medication، زين انا هنا احتاج انه اعوض يعني اسوي نوع من الريليفينج للبيشنت انه انطيه في الميديكيشنز تخفف عليه هاي الالم. هنا مش راح يصير عندي، راح تكون هي هنا نقدر نخليها كميديكيشن كوست اللي صرفناها ايش راح تكون دايركت ميديكال كوست قلنا اللي هي احنا نحتاجها حتى نسوي اوفر كومينج فور ادفيرس افكت على الكيموثيرابي هاي ناحيه. والناحيه الاخرى اكو فد بنفيت مو كلها كوست لكن ايضا اكو بنفيت، انا لما اخفف البين على البيشنت واخفف الانكزايتي واخفف السفرنج اللي هو راح يعاني من عندها كلها راح تنطيني improvement in patient quality of life، وممكن أيضا راح يحسن ويسرع ممكن من ال healing of such disease، وممكن حتى يقلل the course of treatment. إذا إنها بهاي الحالة أنا مو كلها صرفت هي cost إذا إنما أيضا كان عندي benefit of these interventions اللي يسموها intangible benefit، وأيضا هاي تكون غير ملموسة مثل ما قلنا the cost or utility analysis إن هي the quality of life صعبة إنه نقيسها، لكن إنه ممكن بعض السكورات تفيدني، لكن كقيمة مادية من الصعوبة إنه تقاس. زين هنا هذا مخطط يعني يوضح اللي تونا شرحنا total cost. منين تجي total cost؟ direct indirect وintangible. الدايركت ممكن تكون medical أو non medical، والindirect قلنا هي productivity losses due to sickness. وعندي direct medical cost ممكن تكون fixed، ممكن تكون semi fixed، وممكن تكون variable. شو يعني fixed؟ يعني هسه مثلا أنا ببناء مستشفى معينة أو خلينا نقول واحدة من الدايجنوستيك تيست اللي يحتاجوها مثلا شراء الـ MRI أو CT scan، اشترى المستشفى الفلانية خلينا نقول بقيمة معينة من الدولارات، هذا اليوم استعمله مريض واحد، استعمله مريض واحد، اليوم الثاني فد 10 أو 20 مريض، أوكي؟ فيجي هنا سواء استعمله مريض واحد أو ما استعمله أي أحد، هي القيمة مالت هذا الجهاز راح تبقى ثابتة، تمام؟ هاي يسموها fixed cost. semi fixed cost اللي هما medical staff، مثلا عندي انا surgical procedure تحتاج الى خلينا نقول طبيب وممرضين اثنين خلينا نقول وبعض العمال. العمليه الجراحيه ممكن تطول اكثر او انه صارت العمليه اكثر complicated، فهنا يحتاج الطبيب مثلا الى assistance، طبيب ثاني ويا medical staff البقيه يحتاجون اكثر وهكذا. فاذا هنا راح تكون هي نوع من ال يعني يسموها semi fixed، يعني هي مو فشي ثابت، يعني هاي العملية لنفرض إنه عملية الجولستون للبيشنت A احتاجت إلى طبيب واحد وممرضين اثنين، ممكن patient B لا احتاجت إلى أطباء اثنين وأربع ممرضين وهكذا، يعني راح تكون طبعا هي كلها cost راح تنحسب، فيسموها semi fixed cost يعني مو فشي ثابت. الـ variable cost اللي هي المتغيرات اللي راح
خلينا نقول الكوست اللي راح تنصرف على البيشنت، يعني قلنا كلها هي ميديكال، دراجز، بلاد برودكت، ديسبوزبل اكويبمنت، يعني اللي هي راح تكون تنصرف على البيشنت، بس راح ما راح تكون ثابته، يعني ممكن انه اليوم راح ياخذ 3 ادويه، بس راح ياخذ 4 ادويه، وهكذا راح تكون يعني متغيره، مو فشي ثابت لكل المرضى، كل بيشنت يختلف من واحد الى اخر، اللي يسموها فاريبل. احنا تونا كنا من شرحنا قلنا الدايركت ميديكال كوست اخذناها كلها، هسه هنا قسمنا ممكن تكون فيكست وسيمي فيكست وفاريبل. هنا الغرض من التقسيم حتى نعرف انه ممكن الريسورسز شلون راح تنصرف، ومن خلالها ممكن اذا صار نقول نوع من الخسائر او نوع من اللوسز مثلا، ونحدد يا طريق اللي نصرف به اكثر، ومن خلاله نقدر نقيم. يعني هسه مثلا نيجي على الفاريبل كوست مثلا الدراجز، اوكي، يعني نعرف مثلا هذا الكونديشن يحتاج الى خلينا نقول فد 3 ادويه، لكن مخصص لها في بعض الاحيان انه 5 ادويه، اذا هنا راح يصير عندي انا نوع من اللوست، نوع من الكوست الاضافيه، انا احتاج الى 3، المن انا جاي اشتري 5، فاذا من خلالها راح نحدد المصاريف اللي يحتاجها هذا اللاين او هذا البيشنت او هذا الكونديشن، ومن خلالها راح انه نقيم ونقدر نحدد المصاريف of this line. وقلنا direct and medical cost to patient and family out of pocket expenses other parts of public sector. طلاب اكو سؤال لحد هنا؟ اكو شيء ما واضح؟ بس طلاب هذا رابط الحضور، يا ريت تسجلون حضوركم، وخلال يعني 5 دقائق راح ينسد حتى يعني نشوف من اللي حاضر ويانا يعني.